السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة متابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام نادي الشريف شرف تيراسبول المولودوفي. مباراة ريال مدريد القادمة بإذن الله تعالى متابعينا الكرام هتكون في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاي 2021-2022. مباراة يعني هتبقى كويسة إن شاء الله بالنسبة لريال مدريد. المباراة هتكون ميعادها يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 أو 28/9/2021. المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان، الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعينا الكرام، القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي بريميوم 2 بريميوم الثانية ومعلق المباراة عصام الشوالي وملعب المباراة ملعب سانتياغو برنابيو. بالنسبه للتقارير الاجنبيه الناقله للمباراه بين سبورتس الفرنسيه 4 اتش دي ماكس وقناه موفي ستار موفي دي كامبيونيز اتش دي 1 وفي سبورت بريميوم اتش دي بين سبورتس كونكت وسبورت اكسترا 2. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.